المكونات ديال الوجبه كيتوفر عندنا بحال دانون، الكيك، بتي بان، شباكيه، تمر، بيتزا، الحليب، عصير، الماء، اتاي، القهوه، توفر عندنا الحريره حتى هي، وجبه كامله الحمد لله ميسره فيها الامور. البرنامج كيبدا من الحريره هي الاولى، كيجي الطباخ قبل الدور كيتعاونوا على القزبور، المعدنوس، عرفتي المكونات اللي كتكون في الحريره. المهم من تما كتبدا و كتسالي الحريره، كيبدا عاوتاني لا ميزون بلاص كيتحطوا فيها المكونات ديال الفطور. ستة ونص عندنا التوزيع ديال الساكنه اللي كيديو الناس اللي ما فحالهمش الله يحسن العوان. والناس اللي كتفطر عندك راه كتفطر عندك عاوتاني مورا المغرب، كي كيقول الاذان راه كيدخلوا عندك عاوتاني الناس ديال الفطور. الحمد لله كدايره عندنا الحياه اليوميه في هذه الخيمه. هو بالنسبه للتمويل، التمويل الحمد لله كلشي من عند الله. كاين فاش كنفكروا دابا مثلا في الغد اللي كنقولوا مثلا راه عندنا ديال اليوم غدا راه غادي خصنا، وكي كنصبحوا كيدور بين الدراري تليفون، راه دخلت لواحد البركه، دخلت واحد الامانه، كلشي ميسر فيه الله عز وجل. الحمد لله ما عمرنا الحمد لله لقينا المشكل. هادو شباب، حنا ما عندنا الحمد لله لا جمعيه لا والو، ما شباب المنطقه الحمد لله هما اللي معاونين وكيعاونونا الناس ديال المنطقه والناس على برا، كاينين صحابنا الاصدقاء ديالنا على برا. المهم كلشي كيتعاون الحمد لله على هذا الخير. حنا نبقاو شباب ما ندخلو ديال الحي ديال الساكنه ديال بن سرقاو. المحسنين نسال الله عز وجل الله يجازيهم بالخير والله يكون لنا ويكون لهم. صراحة الناس المحسنين كيتعاونوا في هذا الخير بزاف، المحسنين من افراد المنطقه، كاينين الناس على برا، كاينين الناس من مدن اخرى، كاينين الناس اللي كبروا معنا هنا وخدامين في بلايص اخرين حتى هما كيتعاونوا معنا الله يجازيهم بخير. كنقولوا لهم من هذا المنبر كنشكركم بزاف، الله يكثر من الامثال ديالكم. رمضان كريم لجميع المتابعين جريده اليوم 24. اليوم احنا في خيمه الافطار اللي كاينه في بن سرقاو، خيمه الافطار اللي كيشرفوا عليها شباب ديال منطقه بن سرقاو. هذه 10 سنوات على المبادره هذه، هذه النسخه الثامنه، ما عدا الفتره ديال كوفيد ديال كورونا هي اللي ما كانتش فيها، ما كانتش فيها المبادره هذه. خيمه الافطار كيشرفوا عليها شباب ديال منطقه بن سرقاو، كتواجد قرب مسجد الحسن الاول بدوار جده. تقريبا الخيمه كتقدم وجبات الافطار للناس اللي محتاجين، عابري السبيل، المهم المواطنين اللي كاينين في وضعيه صعبه كيجوا كيفطروا هنا بعد صلاه المغرب. تقريبا كاين عندنا حوالي 150 حتى 170 وجبه افطار اللي كتقدم هنا بشكل يومي. ايضا قبل الفطور بساعه المكنه كيتم توزيع الحريره والصاشيات اللي فيهم الخبز والطماط والشباكيه لحوالي 100 حتى 120 شخص. تقريبا الخيمه زعما المورد ديالها هما المحسنين، الاصدقاء، التجار ديال المنطقه، العائلات ديال بن سرقاو، الجمعيات الصديقه. كاين العدد ديال الجمعيات اللي كيزورونا بشكل دوري، كل حد ولا كل ثلاث كيجيو. اذكر منها ستاند اب فور سوشيال، جمعيه سواعد الخير، مجموعه الامل، وعدد ديال 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 الجمعيات اللي كيجيو عندنا. ايضا كاين بعض الاشخاص اللي كيجيو مره حتى هما كيزورونا وكيقدموا لنا السند، والحمد لله هذا معروف على الناس ديال اكادير ومعروف على الناس ديال بن سرقاو. والهدف ديالنا من خلال هذه المبادره هذه هو نعطي واحد الصوره ايجابيه للمنطقه ديالنا، المنطقه ديال بن سرقاو اللي كتستاهل منا كل خير.